الحقيقة الواحد وهو بيتفرج على أي عمل فني بيقابله عدد كبير من الممثلين جوه العمل الفني ده، هنلاقي شخصيات كتير جوه الفيلم أو المسلسل، في ناس بيلعبوا دور بطولة جوه الفيلم ده أو المسلسل ده، ويمكن نكون فعلا حرفيا ما بنفتكرهمش، ما نعرفش عنهم حاجة، مش فاكرين حتى الدور بتاعهم كان عامل ازاي او كان بيعملوا ايه. وفي ممثل تلاقيه كده بيلعب حتة صغيرة خالص، يمكن ما تستمرش على الشاشة 5 دقايق على بعض، وتلاقيك ان انت فاكره وفاكره لحد النهاردة وفاكر بيقول ايه، زي بالظبط بطلة القصة بتاعت النهاردة نبيلة السيد. نبيلة مولودة سنة 1938 في حارة أو في شارع بالقرب من شارع محمد علي، ولما أقول لك شارع محمد علي يبقى لازم أقول لك الشارع ده عبارة عن إيه. الشارع ده زمان كان شارع يعني يشع بالفنون وفي المغنيين والممثلين وفرق التمثيل وفرق الرقص، بالإضافة إلى الراقصات كانوا موجودين، كان كل حاجة، كل حاجة ممكن تكون محتاجها هتلاقيها في الشارع ده. الشارع ده كمان كان فيه بعض المحلات بتاعت الأدوات الموسيقية، ولسه لحد النهاردة هتروح هتلاقي ان الشارع ده فيه بعض محلات بيع الآلات الموسيقية. الشارع ده معروف جدا من زمان ان هو له علاقة بالفن لحد النهاردة. نبيلة سيد مولودة في شارع متفرع من الشارع ده، بالإضافة إلى ان والدها كان عنده محل لبيع الآلات الموسيقية ومتعهد حفلات، يعني لو حد عنده فرح ولا حاجة بيجيب الناس اللي بتغني في الفرح او بيجيب فريق موسيقى للمغنيين و و و الحاجات اللي ليها علاقة تقريبا بالمزيكا كلها من الإبرة للصاروخ. يعني بما ان هو عنده محل ادوات موسيقية، بنته بدأت تساعد في ان هي تغني في الافراح علشان تساعد والدها. والحقيقة ان المعلومة دي غريبة قوي، ان هي بس علشان تساعد باباها بدأت تغني في الافراح، ولا كان صوتها حلو؟ لا، صوتها ما كانش حلو ابدا. المهم ان هي كانت بتحب الغنى وكانت مغنية وكانت بتروح الافراح، تتقدم الافراح على حسب ما اطلعت يعني، وبتغني والناس مستحملينها معرفش ازاي، لكن كانت بتغني والدنيا زي الفل تمام مفيش مشكلة. لما وصل عمرها 11 سنة، كانت هي لسه طفلة طبعا بتغني وهي لسه طفلة، لما وصل عمرها 11 سنة صاحب والدها كان ليه علاقة بفيلم غزل البنات بتاع نجيب الريحاني، كانوا بيصوروا الفيلم ده، وفي مشهد في الفيلم ده عبارة عن مدرسة، نجيب مدرس وفي مشهد جوه الفصل احتاجوا بنات كتير، عدد كبير يعني من البنات، وهنا بابا نبيلة وداها مع المجاميع بعد ما صاحبه كلمه يعني وقال له ان احنا عايزين بنات صغيرين. الحقيقة ان الفيلم ده كان اول حاجة ليها علاقة بنبيلة السيد في التمثيل، واول حاجة تلفت نظرها لموضوع التمثيل ده، لانه ما كانش في بالها ابدا في اي يوم من الايام. من ساعة ما عملت الفيلم ده وهي بالها كله متعلق مع التمثيل ونسيت موضوع الغنى، لدرجة ان هي كانت بتهرب من المدرسة علشان تروح تحضر البروفات المسرحية بتاعت نجيب الريحاني. واضح كده ان هي لما اشتغلت معايا عن المشهد ده تعرفت عليه بشكل او باخر كطفلة صغيرة، وقالت له انا حابة ان انا انضم لفرقتك او فبدأت تروح الفرقة المسرحية بتاعته، ولكن ما كانش بيديها دور، كانت بس بتقعد تتفرج كده على الممثلين وهم بيمثلوا، وكان عندها ملكة كبيرة ان هي بتقدر ان هي تحفظ النصوص من خلال البروفات بدون ما يدوها الورق مكتوب. يوم ورا التاني ورا التالت ولا الرابع نبيلة قدرت ان هي تحفظ المسرحية كلها. كانوا بيعملوا مسرحية اسمها 30 يوم في السجن، المسرحية دي خلاص قربت تتعرض والدنيا ماشية معاهم زي الفل ومفيش مشكلة، لحد ما في يوم من الايام حصل ظرف طارئ لممثلة من الممثلات وقررت ان هي تعتذر بشكل مفاجئ. هنا نبيلة السيد قالت لنجيب الريحاني انها حافظة الدور تماما وتقدر ان هي تمثله دلوقتي حالا، واي حد في الدنيا طبعا اي مخرج او اي حد شغال في المسرح عارف ان في مشكلة كبيرة جدا ان ممثلة او ممثل يعتذر قبل العرض بحبة بسيطة، لان ده بيتطلب حفظ للخطوات على المسرح بالاضافة الى حفظ النص، وامر صعب يعني، ما ينفعش ان هم يجيبوا واحد تاني يوم بكرة الصبح وتبقى الدنيا تمام يعني. فيمكن يكون بسبب دي الوقت او الدور مش فارق قوي يعني، فقرر ان هو يمنحها الدور في المسرحية، وبالفعل عملتها، وكانت هنا بوابة الدخول الحقيقية لعالم الفن وعالم التمثيل.
نبيلة عمرها ما كانت ممثلة من الدرجة الأولى يعني، أو ممثلة من الدرجة الثانية، لا كانت بتاخد دور بطولة ولا كانت بتاخد دور حتى يقارب للبطولة. ومع ذلك هنلاقي إن في كلنا كده وإحنا بنتكلم عن نبيلة سيد النهاردة على الأقل فاكرين لها فيلم أو فاكرين لها مشهد واحد في فيلم ما. على سبيل المثال وأنا بكلمكم دلوقتي أنا فاكر لها جدا الفيلم بتاع البحث عن الفضيحة بتاع عادل إمام، وفاكر الكلام بتاعها عريس يا بوي او طخه ما تعوربوش لما تم مسك سمير صبري جوه الاوضه بتاعتها. انا فاكر قوي المشهد ده وحاسس ان هي يعني شايفه قدامي دلوقتي وهي في منتهى التلقائيه في منتهى العفويه وكانها ما بتمثلش. يمكن لما تيجي تقول لي مين كانت البطله الحقيقيه في الفيلم ده ما افتكرش، مش عارف مين كانت البطله الحقيقيه قدام عادل امام. بالتالي كانت ميرفت امين تقريبا، ممكن تكون ميرفت امين، ولكن لما تسالني عن طخه ما تعوروش او عريس يماي هفتكر على طول ان هي كانت الجميله نبيله السيد. طيب انا حابب اقول لكم بعض الاعمال الفنيه اللي عملتها نبيله علشان لو انتم حابين تبصوا بصه كده على الحاجات اللي هي عملتها وتشوفوا المشهد او المشهدين اللي هي كانت بتطلع بيهم في الافلام. هنلاقي سنة 75 عملت جنون الشباب وملوك الضحك برضو سنة 75 وحب أحلى من الحب وشياطين إلى الأبد و24 ساعة حب وحكايتي مع الزمن وعريس الهنا، وآخر حاجة عملتها خالص القطار سنة 1986، ده عملته وما شافتهوش يعني وتوفت وقتها. نبيلة ما خدتش دور بطولة بقول لكم، ولكن قبل ما تموت عملت مسرحية، والمسرحية دي كانت المفروض يعني هيبدأوا يعرضوها أو عرضوا منها حبة صغيرة كده بتاع شهر ولا حاجة، ودي كانت أول مرة يحطوا اسمها على الأفيش بتاع المسرحية دي أو الأفيش اللي هو البانر اللي هو اللي بيقول لك الممثل الفلاني والممثل الفلاني على وش المسرح. دي المرة الوحيدة اللي اتحط اسمها وكانت هي رقم واحد يعني في المسرحية دي، ولكن ما استمرتش بسبب وفاتها. من الحاجات اللي كانت هتفرق جدا جدا مع نبيلة السيد دور رفضت ان هي تعمله او عملته بس ما كملتش، اللي هو دور الام في العيال كبرت. المسرحية دي مسرحية شهيرة، مهما عدى علينا وقت ومهما عدى علينا ازمات وما ازمات لازم كلنا بنفضل فاكرين المسرحية دي، بل بان كل عيد لازم هتلاقي المسرحية دي قناة من القنوات جايباها. هي مسرحية مميزة ومسرحية مضحكة جدا، واعتقد ان هي فرقت مع النجوم اللي لعبوا المسرحية دي، كلنا عارفين الممثلين دول، واعتقد ان هي كانت فعلا نقلة حقيقية ليهم بعد كده. نبيلة السيد كانت بتلعب دور الأم بدلا من كريمة مختار، كانت هي رقم واحد، هي اللي بتلعب الدور ده، وقعدت فترة طويلة تشتغل الدور ده على المسرح، ولكن بشكل أو بآخر اعتذرت فجأة عن الدور ده وجابوا كريمة مختار. وقتها تم تصوير المسرحية للتلفزيون، وهنا محدش يقدر يفتكر ان نبيلة السيد هي الام، ودايما فاكرين ان كريمة مختار هي اللي لعبت الدور ده. يعني او رأيي الشخصي ان نبيلة السيد كانت هتلعب الدور ده اكتر من كريمة مختار، لان كريمة مختار هنلاقيها ماشية على تونة معينة طول المسرحية او على جو معين طول المسرحية، قد يكون هي اقل واحدة ضحكتنا في مسرحية العيال كبرت. فاعتقد لو هنقارن ما بين كريمة مختار ونبيلة السيد، لا نبيلة السيد تكسب. الحقيقة الشخصية بتاعت نبيلة فيها محطتين، المحطة الاولانية ان هي اتجوزت رجل اعمال قعدت معاه فترة طويلة وبعد كده اتطلقوا لسبب ما، سبب ده مش معروف، بالاضافة الى ان هي اتجوزت بعد كده الملحن حسن نشأت قعدت معاه فترة طويلة خلفت منه حسام واميرة، وحسن كان يصغرها بحوالي 15 سنة، والراجل ده كان قمة في الوفاء وفضل معاها لاخر سنوات حياتها وهي بتصارع مع مرض السرطان. اما بالنسبة لمرض السرطان فجالها قبل ما تتوفى كده بحوالي مثلا 5 6 سنين، لانها قعدت فترة طويلة تحاربه، واللي انا سمعته ان هو اصابها في اماكن غريبة يعني اول مرة اسمعها، وتحديدا فروة الرأس، اصابها فروة الرأس، ويقال ان هي شكلها تبدل وهي بتحاول ان هي تتعالج من السرطان، ويعني اكيد الكيماوي كان مأثر فيها وفي جسمها، وكانت بترفض ان هي تقابل اي حد من الفنانين عموما الا صلاح السعدني الوحيد، كانت بتعتبره بمثابة الاخ الاصغر، الوحيد اللي كانت بتستقبله في بيتها هو صلاح السعدني ربنا يديله الصحة. لكن في نهاية رحلتها ونهاية
محاربتها للسرطان ما قدرتش ان هي تكمل، والسرطان هزمها سنة 1986 وتوفت. نبيلة عملت ادوار كتير ممكن تلاقيها وممكن تتفرج عليها وتتبسط بيها برغم ضآلة المشاهد اللي طلعت بيها، ولكن هتلاقيها سايبة اثر في نفسك، اثر جميل. من فضلك وانت بتشوف الفيديو ده ادعيلها بالرحمة، وانت بتشوف بقى اي فيديو ليها بعد كده كمان ادعيلها بالرحمة. شكرا ليكم، اشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.